السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين، كلها استخارة بالقرآن الكريم. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف. برد الحمل، انزلوا في التعليقات وصلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف عندكم يا برد الحمل؟ بسم الله، انت عندك انطلاقة حلوة، شايف عندك خروجه من البيت، عندك حد هيعزمك، حد هيقول لك تعالى رحلة، شايف عندك عزومة كويسة هتخليك يعني تنسى شوية أمور في حياتك. برضو عندك فرحة، يعني شايف عندك فرحة حلوة خلال اليومين اللي جايين، شايف عندك أمور حلوة، أمور يعني فيها تجديد، فيها حاجات حلوة أنت ما كنتش متوقعها، وفي فرحة في أرض بيتك. انا شايف ان عندك فرحة في ارض بيتك، يعني الفرحة دي هيكون فيها الخير، فيها رزق، فيها امور هتكون حلوة جدا. انا شايف برضو انت ديالك فرحة، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ومبسوط، بلاش تحكي عليها وبلاش تتكلم، خلي فرحتك ليك لنفسك، خلي اي حاجة تخص سعادة قلبك تكون معاك لنفسك وليس تحكي فيها. ماشي، انا شايف ان انت حصل عندك انفصال ما بينك وما بين الشريك، او ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، بس انا شايف حصل انفصال ما بينك وما بين الشريك. شايف برضو في صلح، ان كنت زعلان مع الشريك او حصل انفصال، شايف في صلح ما بينك وما بين الشريك، هو كان بسبب الطرف الثالث، المشاكل اللي صارت او حصلت كانت بسبب الطرف الثالث. شايف عندك هنا انت عندك اشتياق لاطفال، لو عندك اشتياق لاطفال في اطفال باذن الله تعالى. لو عندك، انا شايف برضو ان انت بيحاول تشتري مسكن او تشتري شراء حاجه، لان انا شايف في طاقه شراء، طاقه شراء، راح تشتري ممكن سياره او منزل، او بتفكر تشتري منزل راح تشتري باذن الله، لان انا شايف في حد هيمد لك المساعده، حد هيساعدك او هيدعمك. انا شايف ان حد يعني هيكون واقف معاك هيساعدك مساعدة كويسة. شايف ان هو هيديك فلوس، هو بيقول لك انا هديك فلوس، هديك حدا حلوة. انا شايف ان هو هيديك حدا حلوة في حياتك، في شخصيتك. انا شايف ان برضو ده هيساعدك في حاجات كتيرة، لان انت كريم، قلبك صافي، بتساعد كتير، بتدي الناس كتير، لكن في ناس كتيرة ناكرة الجميل اللي انت بتعمله معاهم. الناس دي مش كويسة، مش بتحب لك الخير، معنى صح هم مش بيحبوك. في ناس كتيرة برضو بتحسدك، في ناس كتيرة مش بتحب لك الخير. الناس اللي بيحبوك دول قليلين، لكن اللي بيكرهوك كتير. بلاش يعني عايزك تربط نفسك، تحس بالخنقة، تحس بالضيق، تكون محبط، تحس بالإحباط. شايفك برضو دايما نايمة بقلق، نايمة بحيرة، نايمة بخوف، نايمين بإحباط، تعبانين. الضيق أكتر حد عندكم، كثير حدات بتفشل معاكم، ما شايفش يعني كل ما تدخلوا خطوة لقدام ترجع خطوتين لورا، تفشل معاكم الدنيا. بس حسن نفسك، انا شايف عندك يعني في تحسنات، انا شايف ان في حد هتتعرف عليه ده هيدعمكم، لان انا شايف في حد واقف معاكم داعمكم. شايف برضو عندكم هنا انتصار على الاعداء، في انتصار على ناس ظلمتكم او اعداء. شايف برضو اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك في حدا هتطلعك لفوق، يعني هترفعك رفعة، ان حد هيسندك، في حد هيكون داعمك، هيكون واقف معاك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك برضو انت طلعت من بيتك حزين، طلعت مكسور، حد كسر قلبك، حد جرحك، شايف بكلام او رد فعل حصل معاه كسر قلبك او زعلك. شايف ان عليك مال، انت مديون بمال او عليك وعدة مال، لان انا شايف في طاقة مال، حد منتظر منك مال، هتديله المال ده.
وعليك عين، عليك عين شديدة، حد حاسدك بدل المرة اثنين وثلاثة، عليك العين صايبينك بالحسد. يعني شايف ان الحسد مش مخليك مبسوط، مش مخليك مستمتع بالحياة، حاسدينك على اي حاجة تخص حياتك، على لبسك، على جمالك، على راحتك، على خروج، حاسدينك على كل حاجة. بس عندك تعويض، وعندك نصرة، وعندك نصرة على ناس اذتك. يعني شايف برضو عندك تعويض، يعني شايف برضو ان عندك هنا في شهادة، شايف في شهادة حلوة للفتاة، وشايف برضو عندكم هنا مواجهة، مواجهة تحصل او حصلت لكم المواجهة، بس انا عايزكم ايه، ترموا كل حاجة ورا ظهركم، ارموا كل حاجة ورا ظهركم. انا شايف طريق سفر قدامك مفتوحة، طريق سفر. انت اصلا عايز تغير المكان اللي انت فيه، عايز تنتقل من مكان لمكان، او عايز تغير المكان اللي انت فيه، بس انا عايزك تحاول تنتصر، تحاول تكون حكيم في امورك، حاول يعني تكون حكيم في تصرفاتك. برضو انت هتدخل مواجهة الايام اللي جاية، شايف عندك مواجهة، شايف عندك رحلة جديدة، عندك كذا حياة جديدة، في البيبان هتفتح امامك، شايف باب الرزق هيفتح امامك، باب الحظ، باب السعادة، لان انت حاليا بتمسك على ايدك في المصاريف، ماسك على ايدك في الفلوس علشان خاطر تنتقل للمكان العالية، او تنتقل لمسكن جديد او لمنزل جديد. شايف برضو عندك نصرة بإذن الله تعالى. الناس دي أذتك، افترت عليك، أذتك بالسحر، تعبتك، عملت لك عراكيل، خلتك تحصل تفرق ما بينك وما بين شريك حياتك، أو حصل مشاكل ما بينكم. السحر برضو تعبك، احذر، كنا احذر من أقرب الناس ليك، احذر في ناس زي ما انت، في ناس بتحبك، في ناس كتيرة بتكرهك، في ناس مش بتحب لك الخير، لان انا شايف في حد عزيز على قلبك كسرك، درحك بكلام، او قال عليك كلام وهو ما انت ما عملتش الاشياء دي، او هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في حد عندك عزيز على قلبك او قريب ليك في سجن او محكوم عليه، انت منتظر، لان انا شايفك في دخول محكمة او هتدخل محكمة، هتطلع منصور. انا شايفك هتطلع فرحان وهتطلع منصور، وهتطلع منصور باذن الله تعالى بفضل ربنا، صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، هتطلع منصور من المحكمة دي باذن الله، وهتطلع احسن، هتطلع احسن ومبسوط وسعيد من المحكمة دي. خلي بالك، خلي بالك وكون حريص، ليست كل اللي في قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس بتحب لك الخير. شايف عندك هنا، انت هنا طريق السفر مفتوحة قدامك، شايف في سفر، سفر ليك، السفر دي في خير وفي سعادة وفي راحة ليك بإذن الله تعالى، وفيه رزق، فيه رزق بإذن الله تعالى. شايف عندك نقلة من مكان لمكان عالية، هتعلي من شأنك، هتعلي من حياتك، والمحكمة اللي انت قلقان منها هتطلع مبسوط وسعيد. انا شايف ان انت هتطلع مبسوط وسعيد منها. شايف هنا برضو ممكن هترضعي هنا لزوجك او حبيبك، لان انا شايف في عتاب، في كلام ما بينك وما بينه، او ما بينك وما بينها، شايف في كلام ما بينكم وعتاب، وبعد العتاب ده شايف في صلح، هيحصل صلح ما بينكم، لان انا شايف هيكون في خبر حمل ما بينكم. شايف برضه في هتدمع، في دمعة أطفال، لأن شايف برضه في فرحة في أرض بيتك، في أرض البيت في فرحة، كلكم سعداء. شايف إن هي الفرحة دي ممكن تكون ارتباط، خطوبة، رجوع للمنفصلين، أو زواج بإذن الله تعالى، في فرحة أطفال. بس حاول، أنا عايزك تغير من نفسك، تغير من حياتك، ارمي حاجات كتيرة شغلاك، ارميها ورا ظهرك، ابدأ حياة جديدة، ابدأ بأمور حلوة. شايف عندك هنا الخير والسعادة، الخير والسعادة هيدق على بابك بإذن الله تعالى، بس ارمي ورا ظهرك الهموم، ارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، ارمي أي حاجة سلبية ورا ظهرك، لأن أنا شايف في طاقة إيجابية. عندك سعادة، عندك سعادة، انت سعادة، عشان عندك سعادة، عشان انت ظلمت، ظلمت كتير، حد اكل حقك، حد اذاك، كسرك، لكن انا شايف عندك ردوح حق،
بس ابعد الخوف عنك، لان انت خايف قلقان على طول، التفكير 24 ساعة محتار قلقان. حاول يعني تهدي نفسك وتأقلم حياتك، لان انا شايفك هتقف على ارض صلبة، هتقف على ارض صلبة وهتمشي في الطريق وهتوصل لهدفك، لان انا شايف هنا استكمال مشروع او داخل في مشروع او حد يشاركك في مشروع، فيه نجاح ليك، لا اما من السفر لا اما هيكون معاك داعم هيدعمك، هتفتح مشروع ان شاء الله هيكون فيه خيار ليك باذن الله تعالى. انا شايف برضه هنا في قاعده حاده معينه، القاعده دي هتكون ممكن قاعده الصلح، قاعده كلام، لان انا شايفك هتاخذوا قرار فيها، فيها قرار صلح، عشان برضه انتوا قلبكم حساس جدا، قلبكم حساس جدا، وهتكتشفوا سر قدامكم. وخلي بالك في ناس أستاذة في التمثيل، في التمثيل الكذب، أستاذة في تمثيل الكذب، في الخيانة، في الغدر، لكن ربنا هيسترها عليكم من بعيد، ربنا هيسترها عليكم من الناس دي. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا شايف برضو إن أنتوا بتمروا بمشاكل صحية، عندكم شوية تعب في الرقبة، في العمود الفقري، في الأمعاء، وشايف برضو رجليك أو مفاصلك تعبانين، وكشفت وخدت علاج بس مسكنات مش جايب معاك نتيجة، هذا من السحر، السحر عملكم شوية مشاكل، شوية عراقيل، شوية تعب. وشايف برضو أنت مكسور، حد كسرك، حد ظالمك، حد أذيك، وانتوا ما تستاهلوش اللي هو عمله فيكم ده، مع انكم انتوا قدمتوا له الخير، ساعدتوه، وقفتوا معاه، لكن ما تمرش فيه، لان انا شايف عليكم طاقه الظلم. في حدا واقفه معاكم، في حدا واقفه معاكم مش عارفين تخطوها او مش عارفين تخلصوا منها، عامله لكم عراقيل او عامله لكم مشكله وعايزين تخلصوا منها بس مش عارفين، محتارين، قلقانين. يعني شايف برضه هنا في ناس بعد ما انتوا كنتوا واقفين معاها اديتكم ظهرها، يعني خلصت مصلحتهم، بعدوا عنك، تركوك، نسيوك، نسيوا ان انت صاحب الفضل عليهم من بعد ربنا، نسيوا ان انت اللي دعمتهم، نسيوا ان انت السبب من بعد ربنا في نجاحهم، في وصولهم لهدفهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم، انا هنا شايف هتخرج من اللي انت فيه، هتخرج من طاقة السحر، هيخرج السحر، وهتخرج من، هيخرج من بيتك الحسد والسحر، هيخرج من بيتك، لأن أنا شايف في طاقة نقلة من مكان لمكان، يعني ممكن تشتري منزل بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في حد زعلان عليك قوي، في حد دايما بيدعي لك، بيحب لك الخير، شخص كبير بيحب لك الخير ودايما بيدعي لك، ويتمنى تكون أنت نادح على طول. بسم الله الكاش، بس خدوا بالكم الطريق اللي انتم ماشيين فيها بلاش تتكلموا فيها، لان انا شايف انتم ماشيين في طريق صح. مين اللي انت بتعمله معاهم؟ الناس دي مش كويسه، مش بتحب لك الخير، معنى صح هم مش بيحبوك. في ناس كثيره برضو بتحسدك، في ناس كثيره مش بتحب لك الخير. الناس اللي بيحبوك دول قليلين، لكن اللي بيكرهوك كتير. بلاش يعني عايزك تربط نفسك، تحس بالخنقة، تحس بالضيق، تكون محبط، تحس بالإحباط، شايفك برضو دايما نايمة بقلق، نايمة بحيرة، نايمة بخوف، نايمين بإحباط، تعبانين. الضيق أكتر حد عندكم، كثير حدات بتفشل معاكم، ما شايفش يعني كل ما تدخلوا خطوة لقدام ترجع خطوتين لورا، تفشل معاكم الدنيا. بس حسن نفسك، انا شايف عندك يعني في تحسنات، انا شايف ان في حد هتتعرف عليه ده هيدعمكم، لان انا شايف في حد واقف معاكم داعمكم. شايف برضو عندكم هنا انتصار على الاعداء، في انتصار على ناس ظلمتكم او اعداء. شايف برضو اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك في حد هتطلعك لفوق، يعني هترفعك رفعه، ان حد هيسندك، في حد هيكون داعمك، هيكون واقف معاك، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك برضو انت طلعت من بيتك حزين، طلعت مكسور، حد كسر قلبك، حد جرحك، شايف بكلام او رد فعل حصل معاه كسر قلبك او زعلك. شايف ان عليك مال،
انت مديون بمال او عليك وعدة مال، لان انا شايف في طاقة مال، حد منتظر منك مال، هتديله المال ده، وعليك عين، عليك عين شديدة، حد حاسدك بدل المرة اتنين وتلاتة، عليك العين صايبينك بالحسد. يعني شايف ان الحسد مش مخليك مبسوط، مش مخليك مستمتع بالحياة، حاسدينك على اي حاجة تخص حياتك، على لبسك، على جمالك، على راحتك، على حاسدينك على كل حاجة. بس عندك تعويض، وعندك نصرة، وعندك نصرة على ناس اذتك. يعني شايف برضو عندك تعويض، يعني شايف برضو ان عندك هنا في شهادة، شايف في شهادة حلوة للفتاة، وشايف برضو عندكم هنا مواجهة، مواجهة تحصل او حصلت لكم المواجهة، بس انا عايزكم ايه، ترموا كل حاجة ورا ظهركم، ارموا كل حاجة ورا ظهركم. انا شايف طريق سفر قدامك مفتوحة، طريق سفر. انت اصلا عايز تغير المكان اللي انت فيه، عايز تنتقل من مكان لمكان، او عايز تغير المكان اللي انت فيه، بس انا عايزك تحاول تنتصر، تحاول تكون حكيم في امورك، حاول يعني تكون حكيم في تصرفاتك. برضو انت هتدخل مواجهة الايام اللي جاية، شايف عندك مواجهة، شايف عندك رحلة جديدة، عندك كذا حياة جديدة، في البيبان هتفتح امامك، شايف باب الرزق هيفتح امامك، باب الحظ، باب السعادة، لان انت حاليا بتمسك على ايدك في المصاريف، ماسك على ايدك في الفلوس علشان خاطر تنتقل للمكان العالي، او تنتقل لمسكن جديد او لمنزل جديد. شايف برضو عندك نصرة بإذن الله تعالى. الناس دي أذتك، افترت عليك، أذتك بالسحر، تعبتك، عملت لك عراكيل، خلتك تحصل تفرق ما بينك وما بين شريك حياتك، أو حصل مشاكل ما بينكم. السحر برضو تعبك، احذر، كنا احذر من أقرب الناس ليك، احذر في ناس، زي ما انت في ناس بتحبك، في ناس كتيرة بتكرهك، في ناس مش بتحب لك الخير، لان انا شايف في حد عزيز على قلبك كسرك، درحك بكلام، او قال عليك كلام وهو ما انت ما عملتش الاشياء دي، او هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في حد عندك عزيز على قلبك او قريب ليك في سجن او محكوم عليه، انت منتظر، لان انا شايفك في دخول محكمة او هتدخل محكمة، هتطلع منصور. انا شايفك هتطلع فرحان وهتطلع منصور، وهتطلع منصور باذن الله تعالى بفضل ربنا، صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، هتطلع منصور من المحكمة دي باذن الله، وهتطلع احسن، هتطلع احسن ومبسوط وسعيد من المحكمة دي. خلي بالك، خلي بالك وكون حريص، ليست كل اللي في قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس بتحب لك الخير. شايف عندك هنا، انت هنا طريق السفر مفتوحة قدامك، شايف في سفر، سفر ليك، السفر دي فيه خير وفي سعادة وفي راحة ليك بإذن الله تعالى، وفيه رزق، فيه رزق بإذن الله تعالى. شايف عندك نقلة من مكان لمكان عالية، هتعلي من شأنك، هتعلي من حياتك، والمحكمة اللي انت قلقان منها هتطلع مبسوط وسعيد. انا شايف ان انت هتطلع مبسوط وسعيد منها. شايف هنا برضو ممكن هترضعي هنا لزوجك او حبيبك، لان انا شايف في عتاب، في كلام ما بينك وما بينه، او ما بينك وما بينها، شايف في كلام ما بينكم وعتاب، وبعد العتاب ده شايف في صلح، هيحصل صلح ما بينكم، لان انا شايف هيكون في خبر حمل ما بينكم. شايف برضو في هتدمع، في دمعة أطفال، لأن شايف برضو في فرحة في أرض بيتك، في أرض البيت في فرحة، كلكم سعداء. شايف إن هي الفرحة دي ممكن تكون ارتباط، خطوبة، رجوع للمنفصلين، أو زواج بإذن الله تعالى، في فرحة أطفال. بس حاول، أنا عايزك تغير من نفسك، تغير من حياتك، ارمي حاجات كتيرة شغلاك، ارميها ورا ظهرك، ابدأ حياة جديدة، ابدأ بأمور حلوة. شايف عندك هنا الخير والسعادة، الخير والسعادة هيدق على بابك بإذن الله تعالى، بس ارمي ورا ظهرك الهموم، ارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، ارمي أي حاجة سلبية ورا ظهرك، لأن أنا شايف في طاقة إيجابية. عندك سعادة، عندك سعادة،
انت سعادة عشان عندك سعادة، عشان انت ظلمت، ظلمت كتير، حد اكل حقك، حد اذاك كسرك، لكن انا شايف عندك رجوع حق. بس ابعد الخوف عنك، لان انت خايف قلقان على طول، التفكير 24 ساعة محتار قلقان. حاول يعني تهدي نفسك وتأقلم حياتك، لان انا شايفك هتقف على ارض صلبة، هتقف على ارض صلبة وهتمشي في الطريق وهتوصل لهدفك، لان انا شايف هنا استكمال مشروع او داخل في مشروع او حد يشاركك في مشروع فيه نجاح ليك، لا اما من السفر، لا اما هيكون معاك داعم هيدعمك، هتفتح مشروع ان شاء الله هيكون فيه خيار ليك باذن الله تعالى. انا شايف برضه هنا في قاعدة حاده معينه، القاعدة دي هتكون ممكن قاعدة صلح، قاعدة كلام، لان انا شايفك هتاخذوا قرار فيها، فيها قرار صلح، عشان برضه انتوا قلبكم حساس جدا، قلبكم حساس جدا، وهتكتشفوا سر قدامكم. وخلي بالك في ناس أستاذة في التمثيل، في التمثيل الكذب، أستاذة في تمثيل الكذب، في الخيانة، في الغدر، لكن ربنا هيسترها عليكم من بعيد، ربنا هيسترها عليكم من الناس دي. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا شايف برضو إن أنتوا بتمروا بمشاكل صحية، عندكم شوية تعب في الرقبة، في العمود الفقري، في الأمعاء، وشايف برضو رجليك أو مفاصلك تعبانين، وكشفت وخدت علاج بس مسكنات مش جايب معاك نتيجة، هذا من السحر، السحر عملكم شوية مشاكل، شوية عراقيل، شوية تعب. وشايف برضو أنت مكسور، حد كسرك، حد ظالمك، حد أذيك، وانتوا ما تستاهلوش اللي هو عمله فيكم ده، مع انكم انتوا قدمتوا له الخير، ساعدتوه، وقفتوا معاه، لكن ما تمرش فيه، لان انا شايف عليكم طاقة الظلم. في حدا واقفة معاكم، في حدا واقفة معاكم مش عارفين تخطوها او مش عارفين تخلصوا منها، عاملة لكم عراقيل او عاملة لكم مشكلة وعايزين تخلصوا منها بس مش عارفين، محتارين، قلقانين. يعني شايف برضه هنا في ناس بعد ما انتوا كنتوا واقفين معاها اديتكم ظهرها، يعني خلصت مصلحتهم، بعدوا عنك، تركوك، نسيوك، نسيوا ان انت صاحب الفضل عليهم من بعد ربنا، نسيوا ان انت اللي دعمتهم، نسيوا ان انت السبب من بعد ربنا في نجاحهم، في وصولهم لهدفهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم، انا هنا شايف هتخرج من اللي انت فيه، هتخرج من طاقة السحر، هيخرج السحر، وهتخرج من، هيخرج من بيتك الحسد والسحر، هيخرج من بيتك، لأن أنا شايف في طاقة نقلة من مكان لمكان، يعني ممكن تشتري منزل بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في حد زعلان عليك قوي، في حد دايما بيدعي لك، بيحب لك الخير، شخص كبير بيحب لك الخير ودايما بيدعي لك، ويتمنى تكون أنت نادح على طول. بسم الله الكاش، بس خدوا بالكم الطريق اللي انتم ماشيين فيها بلاش تتكلموا فيها، لان انا شايف انتم ماشيين في طريق صح، بس انتم يعني بلاش، مش كل الناس اللي تتعاملوا معاها بالحب، مش كل الناس اللي تتعاملوا معاها بالحنية، مش كل الناس اللي تقفوا معاها، لان ممكن تقف معاها توقعك في مشاكل وهي تخرج من المشاكل دي بسهولة. انا شايف برضو هنا في شخص خطط عينه عليكم بشكل كبير، انت عندكم انتصارة حلوة، عندكم اخبار تانية خالص، عندكم انتصارة حلوة بإذن الله تعالى، بس حاولوا انتوا تهدوا اعصابكم الفترة اللي جاية وتبعدوا عن الارهاق اللي انتم فيه ده، ابعدوا عن الارهاق والتعب والضيق، عشان افكم برضو مهما تعمل زعلانين، زعلانين، زعلانين وتعبانين، ولحدك الان في غلطة حصلت وبتدفعوا ثمنها، لحدك الان، لحدك الان بتدفعوا ثمنها. انتوا هنا يعني انا شايفكم انتوا هنا عارفين في حد انتوا بتحبوه، في حد او في حد بيحبكم قوي ومهووس بيكم، بيحبكم متعلق بيكم ومهووس بيكم، باله شغال فيكم 24 ساعة، بيفكر فيكم 24 ساعة وبيحبكم ويتمنى لكم الخير. شايف برضه هنا في هدية، الهدية دي لما انت تديها لحد، لما حد هيديها لك، والهدية هتيجي من بعد رسالة او مكالمة،
لانك انت منتظر رساله من شخص اللي هتدي له الهديه او هو اللي هيديك الهديه، انت منتظر منه رساله او مكالمه، هتجد الهديه بعد مكالمه او رساله. وشاف كما كنا في أرض بيتك، فيها الفرحة، فيها السعادة، فيها زواج، لإما خطوبة، لإما استرداع للمتطلقين بإذن الله تعالى، وفي بشرى لمولود. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بيتها حل كل العقد لك. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة، الرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه بإذن الله تعالى. وأكثر من قراءة الصورة السبق بنية فتح الأبواب المغلقة بإذن الله تعالى تفتح معك. وتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.